بس صح. رجعت بدري يعني. ايه؟ ما خرجتيش تعملي شوبينج؟ لا بصراحة ما كانش عندي مزاج. طب اعملي حسابك، احنا بكرة وبعده بالكتير راجعين على مصر. ليه هو احنا لسه قعدنا؟ أنا كده تقريبا خلصت الشغل، يعني وقعدنا هنا ملوش أي لازمة. زي ما تحب. جابر. عشان ربنا يرحمك من غضبي هقولها لك للمرة الأخيرة. اوعى تنسى في يوم من الأيام إنك تشتغل معايا، وإن كلامي لازم يتنفذ بالحرف الواحد ومن غير مناقشة. وإياك إياك تعرضني مرة تانية. فاهم؟ فاهم. فاهم يا أستاذ بيه. أي أوامر تانية؟ لا اتفضل.